بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، نلتقي اليوم في هذه المحاضرة السابعة والثامنة في برنامج نظام الاقتصاد الإسلامي ضمن نظام برنامج كلية الشريعة. نلتقي ونتواصل معكم ما كنا قد بدأنا. ذكرنا سابقا أن المحاور الرئيسة لعلم الاقتصاد، لأي علم من علوم الاقتصاد، تتحدث حول نظرته للمشكلة الاقتصادية، وهذا ما ذكرنا في اللقاء السابق، ونظرته للملكية، ثم بعد ذلك نظرته للإنتاج والتوزيع والتبادل، وأيضا بعض نماذج وآليات هذا النظام. هذا الذي سنتحدث عنه في بقية هذه المحاضرات. فاليوم بإذن الله عز وجل نتواصل معكم في موضوعنا الذي يتحدث حول الملكية وأسباب الملكية المحرمة في الاقتصاد الإسلامي. سوف نتحدث عن هذه الجزئية في محورين: المحور الأول الملكية في الاقتصادات، في الاقتصاديات الوضعية، ثم نتحدث حول الملكية في الاقتصاد الإسلامي وأسباب الملكية المحرمة في الاقتصاد الإسلامي. بداية، توصيف المشكلة الاقتصادية وسبب الخلاف ما بين النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاقتصادي الاشتراكي، وعندما اختلفت نظرتهم للمشكلة الاقتصادية والذي نتج عنها أيضا اختلافهم لآلية العلاج، ومنها نظرتهم لكيفية مواجهة هذه المشكلة من خلال مفهوم الملكية، وهذا الذي سنتحدث عنه بمشيئة الله عز وجل فيما سيأتي. الاقتصاد الرأسمالي بشكل عام يعتمد، عندما يتحدث حول توزيع ناتج المشاريع في صور نقدية وأثمان بين عناصر الإنتاج، هذا الذي يسمى نظرية التوزيع. يهدف بهذا إلى تحقيق الكفاءة، كما يتم نظريا أن هذا التوزيع يهدف إلى تحقيق الكفاءة كهدف أول له، والتي تؤدي إلى زيادة معدل النمو وبالتالي تحسين دخل المشاركين في العمل الإنتاجية. ولهذا فالتملك في الاقتصاد الرأسمالي يتم عبر آلية السوق، عبر آلية التوزيع التي ذكرناها، وعبر تحقيق ما يسمى مفهوم كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، بعيدا عن جانب القيم الأخلاقية، لأن القيم الأخلاقية تعتبر قيم لها تكاليف. ولهذا النظرة الاقتصادية وخاصة في الاقتصاد الرأسمالي الحر يقول يجب أن نبتعد عن أي مؤثر على نشاط السوق وعلى أي زيادة تكاليف، ومنها النظرة الأخلاقية. يعتمد الاقتصاد الرأسمالي فيما ذهب إليه في الملكية على ما يسمى فكرة الحرية، الحرية القائمة على كل جوانب النشاط الاقتصادي: حرية التملك، حرية التعاقد، حرية الإنتاج، حرية العمل، حرية الاستهلاك. وبالذات يتميز في نظرته إلى الحرية المطلقة فيما يسمح به في الملكية الخاصة. الملكية الخاصة بشكل عام هي الذي في النظرة الرأسمالية الذي تولد المحور الوحيد الذي يولد لصاحبها الدخل للمالك لهذه العناصر، وبالتالي عندما يزداد التفاوت عندهم بزيادة أسباب الملكية هذا خارج إطار هذا النظام، لأنه تزداد أسباب الملكية يزداد التفاوت، تزداد العوائد المحققة باعتبار زيادة إطار الملكية. نظام الملكية الخاصة في الرأسمالية هو، ولهذا يقال نظام الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي هو النواة الأولى التي تحقق التفاوت. الأفراد تتفاوت ملكيتهم لعناصر الإنتاج، وبالتالي يتفاوت العائد الذي يعود عليهم نتيجة توزيع عوائد عناصر الإنتاج، فيزداد التفاوت بين الأفراد، وبالتالي تكون طبقات مختلفة في ضمن النظام الاجتماعي أو المجتمعي في الرأسمالي. ومن هذا النموذج الذي يعيشه النظام الرأسمالي عندهم الحرية، حتى فيما يقولون القاعدة الرئيسية في إعادة التوزيع، يقولون أن الميراث بتقسيماته القانونية يحد من تركز المال في جهة معينة، لكن عندما يكون المنطلق في النظام الرأسمالي هو الحرية، فهو يضع أيضا الحرية في تقسيم الميراث، ولهذا للإنسان الحق عندهم أن يقسم ميراثه أو أن يعطي ماله كله لواحد من ورثته، بل يمكن أن يعطيه لكلبه، بل يمكن أن يعطيه لقطته. ولهذا نظام المواريث أو الميراث في النظام الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية، أن الإنسان الحرية في أن يقسم ماله كيف ما شاء، سواء في حياته أو بعد مماته، فهذا يؤدي إلى تركز أيضا الملكية في أفراد معينين. مثالها النظام الإنجليزي مثلا، كقانون يورث إذا لم يسجل الإنسان
تقسيم ميراثه على أولاده فإنه يؤول مباشرة إلى ابنه الأكبر، ولهذا يتركز المال من الوالد إلى الابن، ويساهم هذا في تركز الثروة في جهات وأفراد معينين، وبالتالي حصول التفاوت في الدخول الشخصية. في ظل نظام يحمي الملكية الخاصة القائمة على مفهوم الحرية كما ذكرنا، ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنامي الثروات وحصول التفاوت، فدراسة تفاوت الملكيات لا يوجد أصلا في النظام الرأسمالي كأصل من أصول مفاهيم علم الاقتصاد الرأسمالي، ولا داخل في اهتماماته، وإنما بدأ الاهتمام في الحد من تركز الملكيات عندما حصلت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين الطفرة في الفكر الاشتراكي والماركسي الذي أدى إلى زيادة وتنامي الاهتمام بتحقيق ما يسمى عندهم مفهوم العدالة. هنا بدأت تحصل عندنا في النظام الرأسمالي، وهو حقيقة نظام مرن يتقول وفق المؤثرات الموجودة سواء السياسية أو الاجتماعية، ويحاول أن يستفيد من الوضع. هنا بدأت تصورات جديدة تدعو إلى أنه لابد أن يكون هناك جزء يعمل على تحقيق ما يسمى التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وهذا هو نواة الثورة الذي كانت تسمى ثورة مينيرت كينز أو ما يسمى الثورة الكينزية. في منتصف الثمانينات، طبعا هذا من بعد ما حصل أزمة الكساد الكبير في العالم والذي بدأت من الولايات المتحدة وأوروبا في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما حصل أزمة كساد كبير وجاءت فكرة جون كينز إلى معالجتها من ناحية التدخل في الطلب وزيادة النمو والطلب في مقابل ما يسمى في الرأسمالية الحرة أن الاهتمام باقتصاديات العرض. هنا جاءت اقتصاديات الطلب، وأيضا تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي كانت من أسس الثورة الكينزية أو أفكار جون مينيرت كينز للتحرير لمعالجة الأزمات التي حصلت من النظام الرأسمالي الحر. استمرت من الثلاثينات إلى تقريبا منتصف الثمانينات، هنا جاءت المرة الحديدية في بريطانيا تاتشر وأيضا رولاند ريغان الرئيس الأمريكي، بدأوا يدعو إلى العودة إلى مفاهيم الرأسمالية الحرة أو الاقتصاد الحر الذي نادى بها الاقتصاديون الأوائل الذي هم مثل سميث وريكاردو وغيرهم. فبدأت تعود هذه الدول بعد أن كانت تحت تأثير الرأسمالية المقيدة الذي نادى بها كينز، وتدخل الدولة بعد أن كان ممنوع نهائيا تدخل الدولة، بدأوا يعودوا في بريطانيا وأمريكا إلى نظام الاقتصاد الحر، ويدعو دول العالم ويحفزوها إلى العودة إلى هذا النظام الحر الاقتصاد الحر الذي تتخلى فيه الدولة عن واجباتها في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتترك نظام السوق ونظام العرض والطلب هو الذي يحقق المصالح الفردية، وبالتالي كما يقولون تحقق المصلحة الجمعية. فكانت الدعوة إلى أهمية الانفتاح الاقتصادي وتحرير أسواق رأس المال والسلع من القيود والتوجيه الحكومي، بناء على القاعدة الذي وضعها آدم سميث عندما قال مصلحة التجار في أي فرع من فروع التجارة أو الصناعة هي دائما مختلفة من بعض النواحي، بل ونقيض المصلحة العامة، وإن توسيع السوق وتضييق نطاق المنافسة يمثل دائما مصلحة التجار. يعني يقول أنه لابد أنه حتى نحقق المصلحة العامة ألا نحقق مصلحة التجار بشكل مستقل، وأنه نوسع وأن نضيق على السوق فلا يكون هناك منافسة، بل نفتح باب المنافسة أو ما يسمى السوق الحرة، وبالتالي سوف يتحقق عندي مفهوم كلامه. إذا تحققت تم تقييد مصلحة التجار بوجود منافسة كاملة، فإنه بالتالي سوف تتحقق المصالح العامة، وهذا ما يسمى مفهوم اليد الخفية أو ما يسميها البعض أسطورة اليد الخفية عند آدم سميث. من أهم أيضا الأفكار التي تسوقها الرأسمالية الحديثة لتحفيز نمو الملكية الخاصة من الثروات والدخول ضرورة خفض الضرائب زيادة حتى تحقق زيادة أرباح المشاريع وأصحاب رؤوس المال، بناء على إيمان وثيق بضرورة انتهاج سياسة تدعم جانب العرض، العودة إلى الاهتمام بالعرض من أجل مكافحة التضخم وحفز النمو الذي ينعكس في القضايا على البطالة. أيضا من أبرز الصور العملية في تحقيق مفاهيم ومبادئ اقتصادية السوق الحر هو التخفيف، كما ذكرنا أن تتخلى الدولة عن واجباتها في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وأن تترك هذا لنظام العرض والطلب ونظام السوق الحر الذي يقولون أنه سوف يحقق هذه الجزئية، وتعتمد على القطاع الخاص في إدارة توفير الخدمات. تتخلى الدولة عن التزاماتها وما يسمى أن تبقى فيما يسمى الدولة الحارسة الذي تمارس فقط مهام الأمن
والأمن والجيش والقضاء، وتترك النشاط الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص الذي يحقق هذا المفهوم، وبالتالي تحويل ملكية الدولة على كثير من مؤسسات تقديم هذه الخدمات إلى ملكية خاصة. وهذا الذي حصل في أغلب دول العالم، كانت كثير من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والمواصلات والاتصالات بأيدي الدولة. فعندما بدأت العودة كما قلنا في منتصف الثمانينات إلى ما يسمى مفاهيم الاقتصاد الحر، بدأ ما يسمى مفاهيم الخصخصة، وهي تحول ملكية الدولة لكثير من المؤسسات الخدمية الرئيسية إلى ملكية خاصة، فتحول في العالم بشكل عام وانطلقت إلى مفهوم الخصخصة. حتى أنه قالوا كان في فرنسا ما يسمى تحكمها الحكومة الاشتراكية، قامت بخصخصة كثير من المؤسسات أكثر مما قامت به كثير من الدول الذي كان يحكمها الاقتصاد الحر. فكما قلنا الخلاصة أنه تتلخص آثار النظام الاقتصادي الرسمي الحديث نظام السوق العالمي الحرة في إضعاف دور الدولة بمن يمثلها من حكومات وسياسيين، وتقوية دور التجارة بمن يمثلها من مؤسسات تجارية كبرى وتجار. ولهذا لاحظنا أنه يعني أصبح الكثير ممن يترشح للحكم في البلاد الغربية يكون قادم من المؤسسات التجارية الكبرى مثل ترامب وغيره، عندما قدموا من المؤسسات الاقتصادية الذي يملكونها وأصبحوا هم المؤثرون وهم الذين يحكمون بناء على اختيار الشعب. فضعف دور الدولة وقوي دور التجار وأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء، فكانوا هم المؤثرون الرئيسيون في الجانب حتى في الجانب السياسي في سياسة الدول في نظام الاقتصاديات الحرة. بشكل عام عندما تم إضعاف دور الدولة من ممارسة أي دور في الأنشطة الاقتصادية، صارت مهمة الحكومة خلق الإطار الذي يستطيع الأفراد والجماعات من خلاله متابعة غاياتهم على انفراد. كما تم التخلص من القطاع العام الذي قلنا تم عبر ما يسمى آلية الخصخصة. بمقابل الآن اكتمل عندنا الجزء الأول من الاقتصاد الوضعي، وهو أسس وأفكار ومفاهيم الملكية التي قام عليها الاقتصاد الرأسمالي وتطوراته. كما قلنا عندما بدأ باقتصاد حر ثم اقتصاد مقيد ضمن الثورة الكنزية ضمن مفاهيم الثورة الكنزية، ثم عاد إلى ما يسمى اقتصاديات الاقتصاد السوق الحر. الآن نتحدث حول الاقتصاد الاشتراكي، وإن كان بشكل عام قد ضعف بشكل كبير ويمكن نقول أنه شبه انتهى إلا في بؤر معينة في العالم، لكن هو حكم العالم حكم جزء كبير، بل أن نطاقه كان أكبر من نطاق النظام الرأسمالي جغرافيا، لأنه وصل إلى أغلب دول العالم الثالث وهي أكثرها توسعا جغرافيا وأيضا سكانيا. فكان هذا النظام هو الموجود الذي حكم من بداية القرن العشرين إلى قرب نهايته في كثير من دول العالم. نتحدث حول أسس الملكية في الاقتصاد الاشتراكي. عندما قام الفكر الرأسمالي يقول نحن ننظر إلى الملكية ضمن مفهومنا الأساسي أو منطلقنا الأساسي ومفهوم الحرية، فإن النظام الاشتراكي قال النظرة إلى الملكية يقوم من مفهومنا الأساسي الذي نريد أن نقوم عليه، ليس هو الحرية بل هو العدالة. لكن عندما وصلنا إلى الجانب التطبيقي نلاحظ أن النظام الاشتراكي كان يميل إلى تحقيق المساواة وليس العدالة، بمعنى العدالة أن يحصل كل إنسان على نتيجة جهده، لكن المساواة أن يحصل كل إنسان على درجة حاجته، وهذا هو الفرق. فهنا عندما غاب هذا المعيار والمفهوم الرئيس أنه يحصل كل إنسان على نتيجة جهده، فتساوى الناس بناء على تساوي احتياجاتهم، فحصلت عندنا مشكلة أدت فيما بعد إلى انهيار النظام الاشتراكي كمنظومة دولية. إذن الأساس الأول الذي قامت عليه الملكية في الاقتصاد الاشتراكي هو النظر من منطلق العدالة. والأساس الثاني الذي يفسر لنا رؤية الاقتصاد الاشتراكي الملكية هو أنه قال لا يوجد وجود حقيقي رابطة اقتصادية بين الإنتاج والتوزيع، يعني أنه عندي إنتاج فيكون التوزيع ناتج عن هذا الإنتاج، لا، يقول لابد النظر بشكل مستقل، فالخدمة التي يؤديها ليست هي الأساس الذي يحصل عليه مقابل جهده. فالتوزيع الأمثل بحيث ينال في النظام الاقتصادي الاشتراكي بحيث ينال كل فرد في المجتمع نصيبه المحدد من السلع والخدمات. الاقتصاد الاشتراكي لا يعترف بشكل عام، القاعدة الأساسية يقولون لا يعترف بأي عنصر من عناصر الإنتاج إلا العمل، ولا يجيز أي عائد لأي عنصر من عناصر الإنتاج إلا العمل، هذه بصورة النظرية. لكن في الحقيقة أنه يقر عوائد
عوامل الإنتاج كلها، ولكن إلى من تصير هذه العوائد؟ ولهذا حتى لا يحصل خلاف بين أشكال الإنتاج والتوزيع على الصورة المذكورة، تقوم السلطة المركزية نائبة عن المجتمع، لأنه يقولون الآن إحنا عندنا مجتمع، حتى لا يحصل صدام ويحصل صراع لابد أن تأتي جهة تنوب عن المجتمع في توزيع وتنظيم عوائد الإنتاج. فمن ينوب عن هذا المجتمع؟ يقول السلطة الذي يسمى، كانوا يقولون سلطة البرولتاريا، في مقابل القضاء على سلطة البرجوازية أو أصحاب الرأس المال الناتج عن ملكية الأرض ورأس المال. فيبقى السلطة المركزية النائبة عن الطبقة الكادحة التي تسمى طبقة العمال، الطبقة العاملة، هي التي تمثل، هذه السلطة تمثل المجتمع كله. قالوا أنها تقوم بعملية تنظيم الاختلاف ما بين أشكال الإنتاج وما بين العائد، تقوم أيضا بعملية المنظم، لأنه عندي أنا عناصر الإنتاج هو العمل والتنظيم ورأس المال والأرض، فهي التي تحدد باعترافها، مع أنها تعترف بعنصر العمل كعنصر وحيد يستحق العائد، هو هناك عناصر أخرى ولكن لا تستحق العائد، فالعنصر الوحيد الذي يستحق العائد هو العمل. فإنها أيضا مع هذا لا تؤمن بمبدأ الحرية في تحديد مقدار وثمن عائد عنصر العمل، فإنما تقوم عبر جهاز التخطيط المركزي الذي تقوم به السلطة المركزية النائبة عن المجتمع بتحديد قيمة ثمن هذا العمل ضمن الخطة المركزية للدولة. يفسر الاقتصاد الاشتراكي إعادة توزيع الملكية من الناحية الاقتصادية أنه هو جاء لمعالجة مشكلات انخفاض الطلب الفعال على المستوى اللازم تحقيق التشغيل الكامل، أيضا لما يسمي يعني إعادة هذا التوزيع تحقيق ما يسمى أرصدة الاستهلاك الجماعي، سلع وخدمات يجب توفيرها لكل فرد، يجب أن نعيد الملكية بشكل جديد بين أفراد المجتمع حتى نحقق لكل أفراد المجتمع السلع والخدمات الذي يجب توفرها لكل مجتمع. فيخصص المجتمع جزء من إنتاجه يجري توزيعه بين أعضاء المجتمع إما مجانا أو بشروط متهاودة، أي أنه لا يتم التوزيع فيه على حسب العمل وعلى حسب الإنتاج، وإنما قاعدة من كل حسب كفاءته ولكل حسب عمله، ولكن على قاعدة كل على حسب الحاجة. من الاعتبارات التي يقوم عليها التوزيع في النظام الاشتراكي باعتبار الحاجة أن هناك يقولون أعضاء في المجتمع أن لدى أعضاء المجتمع عدد من الحاجات لا يمكن سدها إلا بطريقة مشتركة، لدى أعضاء المجتمع عدد من الحاجات لا بد من إشباعها بصرف النظر عن أجله. وجود هذا من الجانب النظري أن هناك وجود أفراد عدد عديدون من أعضاء المجتمع غير قادرون على العمل كالأطفال والشيوخ، فتتولى الدولة بصفتها ممثلة عن المجتمع إعالتهم كليا أو جزئيا. أيضا لا بد من ضرورة تخفيف الفروق قدر الإمكان بين درجات الرفاهية المختلف فئة الشعب لتحقيق ما يسمونه العدالة، ولكن هو كان أقرب إلى تحقيق ما يسمى مفهوم المساواة. في التطبيق العملي قام الاقتصاد الاشتراكي على محاربة التفاوت وعمل على إعادة توزيع ملكية الثروات على أساس هي التي ستقوم بإعادة توزيع الدخول بشكل تلقائي من خلال عملية تحويل لملكية عناصر الإنتاج من ملكية خاصة إلى عامة تقوم بها الحكومة السياسية النظام الاشتراكي، ولكن هذه العملية كانت تختلف حدتها ودرجة قوتها بين المدارس الاشتراكية المختلفة المتنوعة والمتوزعة على عدد كبير من دول العالم، كل دولة كان لها نظرة معينة في تطبيق الاشتراكية بين الاشتراكية الحادة، الاشتراكية المركزية العلمية، وبين نوعا ما جزئية من هذه الاشتراكية، إلى أن تصل في الأنظمة والاقتصادية الرأسمالية إلى اشتراكية تحقيق الحد الأدنى من الخدمات لجميع أفراد المجتمع. بشكل عام كان ما سبق من الرؤية الاشتراكية المركزية لتحقيق العدالة في الملكية، ولكن من الناحية التطبيقية فالتفاوت كان حاصلا في المجتمعات الاشتراكية، مثلا في الاتحاد السوفيتي في عز قوة الاتحاد السوفيتي في أربعينيات القرن الماضي كان 11 إلى 12% فقط من الشعب الروسي يحصلون على 50% من الدخل القومي. كان يتم تعليل هذا التفاوت في الملكية بوجوب الاعتراف بنوع من الملكية الخاصة لبقاء النشاط الاقتصادي، ولذا كان هناك مراجعة أول ما بدأوا منعوا الملكية بشكل عام لعناصر الإنتاج ومنعوا بالتالي الميراث،
ثم سمحوا بالملكية في حدود ضيقة وسمحوا بالميراث في حدود ضيقة حتى يبقى حافز الإنتاج والعمل والجهد بعد أن انهارت البلاد. وقال ستالين في مقولاته المشهورة منها هؤلاء الناس المجانين عندما قالوا أنه ترك خط الماركسية اللينينية، فقال هؤلاء المجانين الذين يريدون في معنى كلام أن تنهار البلاد ولا تقوم البلاد. فما قمت به في معنى كلامه أنه هو من أجل إبقاء جذوة الحياة في هذا النظام. على بشكل عام هذا هي الجزئية الأولى، الملكية في الاقتصاد الوضعي سواء في الاقتصاد الرأسمالي الاقتصاد الاشتراكي، أسسها مفاهيمها المنطلقات التي قامت عليه وإلى أين وصلت في فتراتها الأخيرة. وإن شاء الله ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه المحاضرة واللقاء الثاني الذي سوف يتحدث بشكل خاص عن الملكية في الاقتصاد الإسلامي.